بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن الآن في زيارة سيدي موسى الشاب، المعلم ديالنا والأستاذ ديالنا الفاضل، جزاه الله خيرا. وصراحة الكلمات ما كيناش باش غادي نعبر باش على 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 الفضل ديالو وعلى المجهودات اللي كيبذلها. عفوا عفوا، صراحة يعني الحمد لله هو معروف داخل المغرب وخارج أرض الوطن. سيدي موسى الشهب له الفضل الكبير في هذا المجال، الطب البديل، وكذلك هو مخير في المغرب في الرقاة ولا في الحجامين، ولا داز على يد سيدي موسى الشهب وخد التزكية من عند سيدي موسى الشهب، جزاه الله عنا خير. احنا الآن جينا من الدار البيضاء وغادي لمدينة فاس، جينا نشوفوا سيدي موسى الشهب وإن شاء الله غادي يعطينا واحد شي نصيحة، شي حاجة، مهم شي حاجة يشاركها معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم وجعلنا مثواكم جميعا، واعلموا علم اليقين أننا لطالما أننا متكتلون وأن على كلمة واحدة، فإن كلمتنا ستكون دائما في الأفق، ودائما نؤمن بالتكامل ونقص التآكل، ودائما المعالج الطبيعي اللبق هو الذي يستطيع بفطنته وحكمته أن يصنع من كل آلام أمالا. ودائما ما عسانا ان نقول ميدان النوايا للاسف ما يزال في التغريب، ما زال خصو التنظيم اولا. صحيح.